اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء، واللي تم توقيع فيه مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وده طبعا تم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظتي قنا وسوهاج، وذلك بهدف دعم تنفيذ أنشطة تنموية بعدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، بالتأكيد يعني اهتمام كبير من الدولة بدعم محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا، خصوصا توفير فرص عمل لهذه الفئات. عبر الهاتف لمزيد من المتابعة والتحليل بينضم لنا دكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ الكريم. بداية لو تكلمنا أكثر عن الاتفاقية وخصوصا الجانب الخاص بمحافظات الصعيد على وجه التحديد. زي ما حضرتك ممكن أشرت النهاردة كان في توقيع في مقر رئاسة مجلس الوزراء ما بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج التنمية المحلية الصعيد مصر، وده بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع محافظتي قنا وسوهاج. زي يمكن ما حضرتك عارفة إن هناك برنامج للتنمية المحلية بيشتغل منذ عام 2016 وبيهدف إلى زيادة القدرة التنافسية أو تعزيز التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة في محافظات الصعيد، وبيشتغل في الفترة الحالية في محافظتي سوهاج وقنا، وإن شاء الله في المستقبل هيشتغل في محافظتي المنيا وأسيوط، وبيقرر على امتداد الصعيد إن شاء الله. التركيز يمكن في مذكرة التفاهم هو دعم التكتلات الإنتاجية المتاحة داخل هذه المحافظات. إحنا يمكن في المرحلة الحالية من خلال مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها النهارده بنستهدف 4 تكتلات، 2 في سوهاج و2 في قنا. التكتلين الاولين هو التلي، صناعه التلي في جزيره شندويل في سوهاج، واساس طهطه في سوهاج، وفي قنا محافظه قنا في نشاط الفركه في نقاده في محافظه قنا، والعسل الاسود في نجع حمادي في محافظه قنا. بنعمل احنا ايه بقى كجهاز تنميه النشاط؟ انا كممثل لجهاز تنميه النشاط، يمكن احنا مهتمين ب تنمية التكتلات أو ما نسميها إحنا التجمعات الإنتاجية الطبيعية اللي هي متوارثة واللي هي متواجدة في العديد من المحافظات، اللي زي ما حضراتكم عارفين بتتميز مصر بالصناعات اليدوية والتراثية، وتيجي تشيع العديد من الصناعات الحرفية اللي بتتوارثها الأجيال، واللي ليها فرص كبيرة قوي واعدة للنمو والتنافسية والتصدير وما شابه ذلك. يمكن حضرتك السادة المشاهدين اللي حضروا المعارض اللي الجهاز بيعملها الفترات اللي فاتت ويمكن اخرها الشهر الحالي، انه كان في معرض البازار اللي تم عرض بعض الحرف اليدويه هناك شديده ودقيقه الصنع والابداع من المصنعين. هنا يمكن احنا كجهاز بنستهدف التلي شندويل والفركه في نقاده عن طريق ان احنا نطور المنتج، نطوره بحيث ان هو نقدر يتسوق محليا ويتسوق دوليا. نعمل ايه جوه التكتل في الوقت الحالي مع وزارة التنمية المحلية او برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكمان الاي ام سي؟ بنشتغل على ان ازاي ان احنا نأهل التكتلات دي ان يبقى في خدمات تتاح ليها ولوجستية وتسويقية لتطوير المنتج والوصول الى علامة تجارية يقدروا ان هم يشتغلوا تحتها. العلامة التجارية على مستوى الكلاستر او على مستوى التجمع نفسه او التكتل، وعلى مستوى المنتج نفسه. على المنتج نبتدي نشتغل عليه ان احنا نساعده في تطوير منتجه، نزود له التصميمات بتاعته، نوفر له تصميمات متعدده نقدر ان هي تلاقي رغبات المستهلكين المختلفين المحليين والدوليين اللي كنا احنا بندور على استهداف اسواق خارجيه. بنرفع كفاءه الانتاج من هذه المنتجات الحرفيه زي ما احنا بنقول، بندرب الحرفيين او الحرفيات. يعني مثلا صناعه زي التلي هي 100% بتعتمد على المراه في شغلها. يعني ما نقدرش التلي بنقولش فيها بنقدر نصل بيها بنسبه 100% سيدات هم اللي بيشتغلوا في هذه الصناعه في منازلهم، خلينا نقول اوقات فراغهم، وبيمتهنوها منذ عديد من السنوات.
فعشان كده يمكن بيفتقروا شويه لموضوع التسويق للمنتج بتاعهم، مع انها حرفه غنيه جدا. طيب دكتور، يعني عندي سؤال لحضرتك، في ضوء الخطه اللي انتم حاطينها لتنفيذ هذه الاهداف، هل في مدى زمني معين بنتوقع انه نتائج هذه الجهود في مساله التدريبات وللوصول لهذا المستوى من المنتج المصري ممكن نتوقعه؟ بص حضرتك، احنا خلينا اقول لحضرتك، احنا البروتوكول مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها النهارده بيمتد شغلها لغايه شهر اكتوبر 2023، يعني قدامنا حوالي 30 شهر. بس اللي انا عايز اقول لحضرتك ان في مخرجات بشكل دوري لازم تخرج، يعني معالي وزير التجاره والصناعه موجهه ان كل 6 أشهر يتم عرض مخرجات على التوالي. فاحنا نتوقع في المعرض القادم للبازار اللي احنا دايما بقصري التراثنا اللي بنفتحه فخامه رئيس الجمهوريه دايما في شهر اكتوبر، ان شاء الله هتلاقي منتجات متطوره وعلى ستاندر عالي جدا وببراند ان شاء الله في الفتره اللي جايه بشكل قوي جدا. طيب واحنا بنتكلم عن جهود التدريب خاصه لفئه المراه تحديدا، لان طبعا احنا عارفين بيبقى في مسؤوليات كبيره عائليه خاصه عند المراه المصريه، في النقطة دي تحديدا هل لمستم نسبة حماس كبيرة عند القطاعات دي في هذه الأماكن؟ بص حضرتك، هي خلينا أقول لحضرتك لقينا هي بس كان التحدي الوحيد بالنسبة للمرأة ومينلي في الحتة بصعيد مصر هي الموبيليتي، الحركة بتاعتها. احنا يمكن في الحتة دي كإدارة مشروع مع برنامج التنمية المحلية أقارنا فكرة توفير الخدمة جنب السيدة، يعني ما نخليهاش تنتقل من قريه الى مركز اخر الى فحاولنا من خلال خطه العمل اللي احنا دلوقتي بنصغها، احنا حقيقي التوقيع النهارده بس اقدر اقول لحضرتك ان احنا بقالنا اكتر من شهر شغالين في مش كناش منتظرين التوقيع حقيقي. اقدر اقول لحضرتك ان احنا عندنا خطط استباقيه في الوقت الحالي بنقول ان الخدمات دي هتتاح كلوز، هتبقى قريبه جدا من تواجد المراه لاتاحتها ليهم ولو لتواصلنا مع السيدات او المنتجات. الحاجه الثانيه يمكن اللي عايز اقولها لحضرتك، كجهاز تنميه المشروعات هنحاول ان احنا نوفر ادوات التمويل المناسبه لهذه الفئه او للصناعات او الصناع اللي موجودين في القرى دي بشكل او باخر. يمكن بيتزامن النهارده حضرتك، يمكن قد يوقع النهارده بروتوكول التعاون مذكره التفاهم، وعلى هامشها تم الموافقه على اللائحه التنفيذيه لقانون المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، اللي هو احد اهم ابوابه هو توفيق اوضاع القطاع غير الرسمي. وعايز اقول لحضرتك ان معظم هذه المشروعات ينطبق عليها تعريف القطاع غير الرسمي، فادماج هذا القطاع او ادماج هذه المشروعات الى القطاع الرسمي هيخليها لها فرصه اكثر للتمتع بالحوافز الكثيره اللي تم رصدها في قانون تنميه المشروعات، اللي هي نقدر اي سيده او اي رجل يملك هذا المشروع او بيتعامل مع هذه الحرف يتمتع بعديد من الحوافز الضريبيه وغير الضريبيه اللي الدوله رسختها لهذا القطاع الواحد. وبالطبع كل العوامل دي بتنعكس بشكل في منتهى الايجابيه على الاقتصاد الكلي للدوله، بالطبع المشروعات الصغيره والمتوسطه ايضا لديها مساهمه كبيره في هذا الشان. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير الماليه، على كل التفاصيل دي.